بوش صرا السي فؤاد، نتوما اللي يمكن الفيلم تكلفتوا بلا كوب دي ترون، واش يمكن تقول لنا كيفاش كان الجو ديال الاجواء، كيفاش كانت ديال نهار لا كوب دي ترون؟ نبداو نبداو بوش صرا. الاجواء ديال لا كوب دي ترون اللي كانت لحد اللي فات بس اجواء رياضيه، وحضروا الانديه من المنضوله تحت الجامعه الملكيه المغربيه اللي شاركوا في التظاهره. شحال كان الفريق تقريبا؟ شحال؟ 58 فريق، يعني 58 جايه من كل شيء، ولدان المغرب ولا؟ يعني تنتمي الانديه المنضوي تحت الجامعه الملكيه المغربيه، يعني جميع الانديه سواء المغرب. وشكون اللي كاليفي؟ شكون اللي بقى كاليفي؟ النتائج يعني في النهايه غنلعبوا الاسبوع المقبل اليوم السبت، يعني بقات النادي ديال المعارف مع النادي ديال الاتحاد الرياضي المغربي. لا فينال. النهايه ان شاء الله. النهايه يعني بجوج من دار البيضاء؟ الاتحاد من الاعواد؟ جوجهم من دار البيضاء، جوجهم من دار البيضاء. والكونسولاسيون؟ الترديه بقى فريق كونيتيرا ضد فريق تماره. ونظن باللي غادي هذا الملعب غادي يحتضن واحد الدوري تظاهره اخرى. لا قبلها العالميه. الاسبوع المقبل عندنا دوري عيد الشباب. عيد الشباب يوم الاحد المقبل يوم 27 عندنا عيد الشباب اللي غايتنظموا، غايتنظموا نادي الوازن. وغادي يكون فيه حتى هو نفس الفرق تقريبا. نفس الانديه وغادي غيكون نفس يعني الفرق اللي شاركت 150 59 57 الانديه اللي مضوي تحت الجامعه الملكيه. اذا كنستغلوا هذه الفرصه اللي باش تستعملوا هذا النادي، هذا اللي كان نورمالمون هذه البريباراسيون كاينين لا كوب دي موند ياك الشامبيون دي موند سينيور. سينيور اللي غادي يكون تحت الرعايه الساميه. اذا الناس 17 حتى 24 اكتوبر 2013. اذا الناس كلكم مدعوين باش تحضروا وتشاركوا معنا في هذا الحفل. شكرا ميرسي.